هل تتخيل أن تنشر حكومة في العالم كنائس اليهود فيها وأسماء الحقامات وتسميها خريطة اليهودية؟ هل يمكن لحكومة أن تفعل ذلك مع المسيحية وكنائسها أيضاً؟ بالتأكيد لا، لكن الحكومة النمساوية تجرأت وفعلت ذلك بحق المسلمين. ما خريطة الإسلام؟ وهل هي حرب على المسلمين في النمسا؟ تعالوا نخبركم الحكاية. في 27 مايو أيار الماضي أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب إطلاق موقع إلكتروني به خريطة لأكثر من 600 مسجد وجمعية. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن الخريطة تحدد عناوين المساجد والجمعيات بالضبط، وأيضا في نوع من التحريض توضح التوجهات الأيديولوجية لكل منها، وهذا ببساطة يعني أنه يمكن للمواطنين الوصول لهذه الأماكن وهويات مسؤوليهم وانتهاك خصوصيتهم وتتبعهم حتى على الإنترنت. ومن الطبيعي أن الأمر أثار مخاوف مسلمي النمسا الذي اعتبروها هانية لوصمهم واعتبارهم خطرا، كما أن ذلك سيساهم في زيادة الهجمات العنصرية ضد المؤسسات الإسلامية وفق ما أكده رئيس المجتمع الإسلامي النمساوي أميد فورال. هذه الخطوة لم ينتقدها المجتمع المسلم في النمسا فحسب، بل أثارت حفيظة رئيس أساقفة الكاثوليك في النمسا، رئيس أكبر مجتمع ديني في النمسا الكاردينال شومبون. الكاردينال تساءل في بيان له في 4 يونيو حزيران الحالي ما السبب وراء احتواء هذه الخريطة الرقمية للمجتمع الإسلامي وحده دون غيره، وقال إنه من الخطر خلق تصور من شأنه أن يتسبب في أن ينظر إلى مجتمع ديني على أنه مشبوه محتمل. وزيرة الاندماج النمساوية حاولت التخفيف من خطورة الخريطة مدعية أن هذه الخطوة لا تعني إطلاق شبهة معممة على المسلمين، إنما الكشف في الخلفيات عن أيديولوجيات تشكك في قيم الديمقراطية الليبرالية. هذه الخطوة المثيرة للجدل لم تكن سوى واحدة من ضمن خطوات كثيرة أثرتها الحكومة النمساوية تحت رئاسة المستشار اليميني سيباستيان كورز في حربه على ما يسميه الإسلام السياسي. منذ عام 2015 لعب كورز دوراً مهماً في تشويه صورة المسلمين داخل البلاد من خلال سعيه إلى استصدار قوانين ومبادرات معادية لهم، مثل حظر النقاب في الأماكن العامة وحظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. وفي عام 2018 أعلن في مؤتمر صحفي قراره إغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عدد كبير من الأئمة المسلمين بدعوى أنهم ممولون من دول أخرى. gibt, die dazu führen wird, dass in 7 Moscheen der Betrieb untersagt wird. كورز عمل لسنوات طويلة على زرع فكرة ما يسميه الإرهاب الإسلامي داخل المجتمع النمساوي، حتى جاءته الفرصة في نهاية العام الماضي عقب هجوم مسلح بمحيط معبد يهودي في العاصمة فيينا. المستشار الشاب انتهز هذا الهجوم لإدخال سلسلة من الأجراءات لمكافحة ما أطلق عليه الإرهاب الإسلامي، تشمل تجريم النشاط السياسي الإسلامي، تسهيل مراقبة الإلكترونية للأشخاص المدانين حسب هذا القانون، كما أنه هدد بإغلاق دور العبادة وإنشاء سجل للأئمة والتشديد على بعض الجماعات الإسلامية هناك وسحب الجنسية منهم. باختصار، عمل كورتس على تضييق الخناق على المجتمع المسلم داخل بلاده. Es braucht einen akkordierten Kampf gegen den politischen Islam, gegen